الثالثة وخمس دقائق عصرا بتوقيت مكة المكرمة، أهلا بكم في موجز جديد من هاشتاج الآن، حيث نستعرض أحدث وأكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. البداية إذن من مصر، حيث جاء الاهتمام على مواقع التواصل بالخبر الأحدث والذي وقع صباح اليوم، وذلك بعدما لقي 15 شخصا وصرعهم وأصيب آخرون في حادث تصادم قبل قليل في صباح اليوم بين سيارة نقل للركاب ومقطورة محملة بمواد للبناء بالقرب من نفق سنور بمحافظة بني سويف. من جانبها أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ بالمستشفيات. أما على تويتر فقد استمر التفاعل الكبير من قبل المدونين السعوديين والعرب بشكل عام، وذلك بعدما أكد الكاتب السعودي جمال خاشقجي مساء أمس الاثنين خبر إيقافه عن الكتابة في صحيفة الحياة بتوجيه من الناشر الأمير السعودي خالد بن سلطان. وقال خاشقجي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر، وقد تحدثت مع سموه قبل قليل واتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية واختلفنا حول الإخوان، وله مني كل التقدير. إعلان خبر إيقاف خاشقجي جاء عبر حساب باسم مجموعة نايف بن خالد، وجاء فيها: عاجل وحصري، بشائر الخير تتوالى والبقية في الطريق بإذن الله، إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة. وأتبعتها المجموعة بتغريدة أخرى قالت فيها: إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة، بل صدق وبإذن الله ستسحب الجنسية منك وقريبا بإذن الله، وخل خوارج العصر وقطر وتركيا تنفعك. وفي تغريدة ثالثة ذكر حساب مجموعة نايف بن خالد: إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة، كل من يقف مع قطر سيحاسب والحساب عسير جدا. وكان آخر تعليق لجمال خاشقجي على الخبر بتغريدة قال فيها: سأستمر بالكتابة ولن أغيب عنكم طويلا، لدي عرضين وسوف أختار أحدهما، وأشكر كل حر تضامن معي. بينما علق المدون عمر بن عبد العزيز على أنباء اعتقال دعاة وشخصيات سعودية قائلا: الوحيد الذي عدل بين المواطنين والأمراء هو محمد بن سلمان، اعتقلهم كلهم. أما على يوتيوب فقد انتشر مقطع للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أثناء زيارته لمدرسة ماكينيلي تيك في العاصمة واشنطن، وذلك خلال اليوم الدراسي الأول لهم في العام الجديد لتشجيعهم وحثهم على الدراسة. دعونا نتابع ماذا قال لهم. One of the things that I did throughout my presidency was I'd meet with groups of young people everywhere I went, whether it was here in the United States or when I was traveling overseas, just to kind of hear from them, find out what they're interested in, because I do believe that most of the problems we have are going to be solved by you. Remember what I said? Don't back down. Sorry. إذن ما زلنا في أمريكا الجنوبية والشمالية أيضا، فعلى حساب انستغرام ما زالت صور أثار إعصار إيرما في كوبا وجنوب الولايات المتحدة تسيطر على الأكثر تداولا. دعونا نتابع أبرز هذه الصور لليوم. هذا ينتهي موجز هاشتاج الآن، نلتقيكم في 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وحلقة جديدة من برنامج هاشتاج، فإلى اللقاء.